بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا حلوين هعمل معاكم ايه؟ هغير معاكم شمع الفلتر، هنغير الثلاث مراحل الاولانيين، وهنسيب بقى اللي فوق هنشرحه في فيديو تاني، هشرح لكم كل حاجه فيه بالتفصيل وهنغيره برضو مع بعض لما يجي وقته. انا دلوقتي وقت اللي انا اغير الاولى والثانيه والثالثه، ماشي؟ هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، كل مرحله من دول وظيفتها ايه ومكونه من ايه، وهنغير الشمع اللي فيها ازاي، ماشي؟ كل حاجه ان شاء الله باذن الله هقولها لكم بالتفصيل كده وانا بشتغل. ركزي بقى معايا، انا عايزاكي تعتمد على نفسك، مش ان انت تعتمد على جوزك او على الفني. الفني حتى لو جه مش هيعمل لك زي ما هقول لك كده، يعني هو مش هيعمل ولا هينظف زي ما هقول لك اعملي ازاي ونظفي ازاي، ماشي؟ وحاجه وعلى فكره سهل جدا، يعني الحاجه سهله جدا، يعني مش تقولي لا انا ما اعرفش، لا مفيش حاجه اسمها ما اعرفش. في مثل بيقول ايه؟ فيك عقل، واللي فيه عقل وراس يعمل عمالي الناس. مش عارفه هو فعلا المثل كده ولا لا، مش عارفه بصراحه، يعني غلطانه فيه كده ولا لا، ماشي؟ فطبعا لازم انت تعملي كل حاجه بنفسك، ماشي؟ ما تعتمديش على حد يعمل لك. انا يعني الحمد لله، يعني بحاول انا اعمل كل حاجه انا بنفسي، ماشي؟ جوزي مش فاضي، الله يكون في عونه، ربنا يديه الصحه، ما هوش فاضي ان هو يقعد يعمل لي يغير لي شمع الفلتر او يعمل لي حاجه. هو اللي ربنا بيقدره عليه، او اللي انا ما بعرفش اعمله هو بيعمله، انما الحاجه اللي انا اقدر اعملها بعملها. هو قال لي اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، وشفته قبل كده هو بيعمل برده كذا مره، خلاص على كده اعرف بقى ان انا اعمل كل حاجه انا بنفسي، ما استناش ان هو يعمل لي حاجه. على فكره انا رغيت كتير، تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنتكلم وهشرح له كل حاجه بالتفصيل وانا بغير الشمع، خليكم معايا. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. اول حاجه ادي الفلتر قدامك اهوت، ده شكله بالكامل. ده طبعا الفيشه اهيت، ده كده الفيشه اللي بيحطها في الفيشه هنا في الكوبس هنا، ماشي؟ تيجي بقى هنا، شايفين الخراطيم دي؟ ده المحبس الرئيسي اللي بيجيب اللي بياخد الميه من الحنفيه يوديها للفلتر، وده طبعا الحنفيه بتاعه الفلتر لما باجي املى منها، ماشي؟ وفي هنا الصرف، الصرف بيطلع من هنا، احنا مطلعينه من هنا كده ومودينه ايه في، اللهم صل على سيدنا محمد، بيصرف في حاجه كده في الحمام، ماشي؟ بعيد يعني. فهنا بناخد الميه دي بقى خلاص ما بنستعملش، بنغسل بها اي حاجه. اول حاجة هنعملها ان احنا نمسك المحبس الرئيسي ده نقفله خالص، نقفله حلو كده، اتقفل معانا اهو، شايفين؟ ده تحت الحوض، معلش بقى اسفل المنظر، ده تحت الحوض يعني تحت الرخامة. الراجل الله يدي الصحة اللي مركب الرخامة عاجك الدنيا كده يعني. فده الخزان بتاع الفلتر، ماشي؟ انا ملبسها بس كيس اهوت عشان الوسخ وكده. وهبتدي بقى ان انا اقفل، هقفله من هنا اهو، ماشي؟ قفلت المحبس اهو كده، وهنفتح كمان الحنفيه علشان الشمع، وانا بفتحه الهاوسنج يعني في الشمع وانا بفتح يبقى سهل معايا في الفتح، يعني ميبقاش كده مضغوط. لما تفتحي الحنفيه هتحسي ان بيفتح معاكي بكل سهوله. جربي الحته دي، يعني مش كل الفنيين بيعملوها، الناس المتمكنه هي اللي بتعمل الحته دي، ماشي؟ زي جوزي كده. فانت بتفتحي الحنفيه بعد ما بتقفلي المحبس الرئيسي ده وبتقفلي محبس الخزان، هتفتحي الحنفية وتبتدي بقى اللي انت تفكي. ابتدي بقى اللي انا افك، يبقى انا كده قفلت المحبس الرئيسي اللي جاي من الحنفية وقفلت محبس الخزان، ده اول حاجة تعمليها. بصي بقى انا عايزة اوريكي حاجة في هنا، بصي ده السهم رايح كده ومكتوب open، ماشي؟ يعني انا كده بفتح في اتجاه السهم كده بفتح. فانت تعملي تحطي المفتاح كده دخليه، اللهم صل على سيدنا محمد، تظبطيه بس كده اهو في اتجاه الفتح كده، ماشي؟ السهم جاي كده يبقى اتجاه الفتح ايه كده. اهم حاجه تظبطي المفتاح حلو كويس قوي، تمسكي الفلتر من فوق وتبتدي ان تشدي، هيتفك معاكي بكل سهوله اهو، ماشي؟ شايفين؟ اول ما فكت عملتيه خلاص، افتحي بقى بايدك، كملي بقى بايدك خلاص اهو، شايفين؟ ده اول مرحلة، شايفين المنظر عامل ازاي؟
شايفين؟ ده كانت بيضة خالص، دي كانت بيضة خالص، شايفين عملت ازاي؟ يعني هي المفروض كانت اتغيرت كمان من زمان. ده مدتها، اللهم صل على سيدنا محمد، مدتها لغاية 3 شهور بس، مش ان انت تستني 3 شهور وتغيريها، لا انت منين ما تلاقيها اتوسخت كده تغيريها. ممكن توسخ معاكي بعد شهر، بعد شهرين، بعد 40 يوم، بعد 15 يوم. بصي زي ما لما تلاقيها اتوسخت خلاص، الوسخ دخل لجوه كده، يبقى خلاص ايه، ما تنفعش تترمى وتتغير على كده. طبعا بتتوسخ على حسب طبعا الميه عندك اللي جايه بتاعت الحكومه اللي جايه لك دي، ميه نظيفه او مش نظيفه، على حسب الاستهلاك عندك. لو انت عندك عدد افراد كتير بتستهلكي ميه كتير، اللهم صل على سيدنا محمد، دي بتتوسخ بسرعه، فبرضه بتاثر على الشماعات التانيه، ماشي؟ فلازم تغيريها. دي خلاص هتترمي على كده. ودي الهاوسنج بتاعنا، هن ايه هنغسله وهننضفه دلوقتي بس نخلص جميع المراحل. طبعا نسيت اقول لك، انت لازم تحط بانيو زي كده تحت تحت بتاع الشمع كده وانت كده وانت بتغيري، علشان الميه ما تبهدلكيش الايه الدنيا. تعالوا بقى ايه نعمل التاني. شايفين الاتجاه؟ بظبط بس الكاميرا اللي بتهز مني اهو بكل سهوله. خلاص بصوا بقى، تيجي هنا اهم حاجه في الشمعه دي التانيه اتجاهها اي اتجاه، ماشي؟ اهم حاجه في الشمعه دي ان هي لها عدليه. يعني ايه؟ يعني المنطقه دي بتبقى تحت، والمنطقه اللي فيها الجوان دي بتبقى فوق، ماشي؟ ركزي، الجوان بيبقى فوق، ممكن الجوان ده يكون اسمر يكون ابيض اي لون مش مشكله، بس اتاكد ان الجوان ده وانت بتركبي يبقى لفوق، ماشي؟ والمنطقه دي كده بتبقى لتحت. دي طبعا كانت عايزه برضه تتغير من زمان، انا خلاص عدت برضه باظت خلاص على كده هترمي. والهاوسنج ده هي برضه هيتغسل ويتنضف، هنغسله دلوقتي وننضفه. نبتدي بقى ندخل في المرحله الثالثه، برضه تظبط المفتاح وفي الاتجاه كده اهو، تبتدي بقى تشد، ماشي؟ بيفك معاكي بكل سهولة. هطلعها اهي، شايفين؟ دي خلاص برضو هتترمي على كده، والهاوسنج ده برضو هيتغسل، هغسله معاكم دلوقتي. بصي بقى، ده الشمع، احنا شارين العلبة ده كلها كده كاملة، ماشي؟ اهي العلبة دي ب80 جنيه، ماشي؟ فيها ايه بقى؟ فيها اللهم صل على سيدنا محمد، دي الشمعة التانية. طبعا هو اشيرك بقى انواع وحاجات كده، بس هو كله في الاخر واحد يعني، ماشي؟ فيها ايه بقى؟ فيها اتنين مرحلة اولى، او اتنين مرحلة اولى، واحدة مرحلة تانية، واحدة مرحلة تالتة. اتنين مرحلة اولى، واحدة مرحلة تانية، واحدة مرحلة تالتة، ماشي؟ طبعا مديك اتنين على اساس ان الاتنين دول بتغيروا، على اساس المرحلة الاولى بتتغير على طول، مش زي الايه التانية والتالتة. هي المرحلة الاولى بتتغير زي ما قلت لك كل 3 شهور، ماشي؟ وحسب برضو الاستعمال، يعني ممكن تتغير عندك على شهر، على حسب عندك الاستعمال والمية عندك جاية حلوة ولا مش حلوة، ماشي؟ والمرحلة التانية بتتغير كل 6 شهور او من 4 ل6 شهور، حسب برضو المية عندك. والمرحلة دي بتتغير من 6 شهور ل9 شهور. انا بغير الاتنين دول مع بعض كل 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور، على حسب برضو المية عندي لما بلاقيها عاملة ازاي، عاملة ازاي، جاية حلوة او كده. ايام بتيجي الميه حلوه، ايام بتيجي مش حلوه خالص، فبتبوظ معايا الايه الشمع. وده بغيره على طول، يعني يعتبر كل شهر بغير واحده، ماشي؟ عندنا قبل كده، ماشي؟ انا خلاص هركنها على جنب. يعني دي كانت جايه لوحدها كده، دي يعني سعرها لوحدها كده من 10 ل15 جنيه، برضو شرك، يعني في حد بيبيع ب10، في ب12، برضو في ب15، مش كله شرك بقى كده، زي ايه اختلاف في الاسعار زي كل حاجه يعني، ماشي؟ يبقى احنا هنستعمل بقى، ناخد واحده من دي ونعين الاتنين دول، ونعين بقى الاتنين دول دلوقتي خالص. دلوقتي مرحله غسيل الهاوسنج، ماشي؟
هنبتدي بقى نجيبهم كده. هنحتاج طبعا بريل، ادي الهوسن وادي الليفه، يا رب تكون الصوره باينه. هنحط عليها بريل اهو ونبتدي ان احنا نقسم. بصي بقى، عايزه اقول لك اوعي تغسلي الهاوسنج ده بالسلكه، علشان طبعا السلك انت عارفه بيبقى فيه كده حتت ايه، اولا هتجرحه وهتبوظه، ثانيا ان السلك هيبقى فيه هيسيب مكانه كده حتت، ماشي؟ انت عارفه طبعا بيبقى يسيب حتت كده وراه مهما شطفتي بيبقى برده فيه، ولو اضطريتي تشطفيه حلو حلو تانيكي تشطفي بقى فيه النار، ماشي؟ هتعمل بقى صدأ وكده وهتبقى حاجه مش كويس، ماشي؟ فانا احسن احسن لك بالليفه زي كده وتبتدي اللي انت تغسليه. هغسل بقى كل ده اهو، ماشي؟ واشطفه حلو قوي. انا جريت معاكم بقى المقطع ده على السريع كده، بس انا برضو ما حبيتش اللي انا اقطعه خالص، انا حبيت اللي اغسل برضو قدامكم، بس انا جريته شوية علشان ما اطولش عليك الفيديو. انا عارفة ان انتوا بتزهقوا من الفيديوهات الطويلة، بس معلش اسفة، عشان بس تشوفوا كل حاجة قدامك، وعشان في كمان في الفيديو تفاصيل كتير ما اقدرش اللي انا افوتها، لازم اقولك على كل حاجة وانا بشتغل، يعني لازم لازم ضروري اللي انت ما تجريش الفيديو، اسمعي كل حتة فيه، لان كل شوية في الفيديو هيقولوا لك معلومة مهمة جدا هتخليك متمكنة وانك تتقني الحاجة وتخليها حلوة، او ان انت تظبطي الحاجة يعني معاك، ماشي؟ فمعلش بقى سامحيني على طول الفيديو. انا عايزاكي زي ما قلتلك تعملي كل حاجة بنفسك، ما تعتمديش على حد، يعني الواحد بصراحة بيحس كده بمتعة وهو بيعمل كل حاجة بنفسه، اما تبقى عارفة كل حاجة كده فتبقى دي حاجة بجد حلوة. بصوا بقى، انا غسلت اهو الهوسر كده حلو قوي اهو، بقى حلو ونضيف معاك اهو بالصابونه وبالليف او بالبريل والليف، وتشطفيه حلو قوي، يعني انا هشطفيه كتير لغايه لما نضيف. ودي 3 شماعات اللي هنغيرهم. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم برضو تاني ونغير. هنفتح المرحله الاولى اهي، دي مصنوعه من الياف، مش فاكره بصراحه اسمها ايه، دي اسفنجه قطنيه، دي بقى اللي بتشيل الشوائب اللي في اللي بتشيل بقى التربه والشوائب وجميع الوسخ اللي في الميه، ماشي؟ فانت بتحطها بقى باي عدليه، اللي فوق زي اللي تحت، دي ما فيهاش اي مشكله، من تحت زي من فوق هتحطها بقى باي عدليه، المهم تظبطها كده لتحت. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص نظبط ده اهي، هتبتدي بقى ان انت تحطي وتربطي. بصي بقى، ركزي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، اتربط معاكي بكل سهوله. خلاص دي ركبت تمام اهي بالمفتاح برضو، وهنجمد عليها العكس بقى. بصي بتحاولي تمسكي فوق ده وتجمدي، هتتخلع منك، ماشي؟ خلاص جمد اهو بقى، تمام تمام. نيجي بقى لتاني واحدة، تاني واحدة فيها كربون حبيبات، ماشي؟ دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتشيل الكلور اللي في المية، دي بتشيل الكلور اللي في المية. زي ما قلتلكوا لازم يكون الجوان ده فوق ابيض، فيه ابيض وفي جوان اسود، ماشي؟ المهم دي يكون تحت والجوان ده يكون فوق. ركزي في الحتة دي بقى، ركبها حلو كده، المهم تركب حلو كده بالهاوسنج. دي بقى اللي انت ايه تربطي برضو. اهم حاجه اظبطي الهاوسنج كده في بتاع اللي فوق ده وانت بتربطي. جمدي بقى حلو قوي بالمفتاح عكس ما فتحتي، ماشي؟ يكون المفتاح ايه مظبوط معاكي كده، ما يكونش مميل كده او كده، لا يكون مظبوط، ماشي؟
وجمد كده تمام. بصي انت هتجيبي بقى الطبق طبق كده تحطيه تحت المرحلة الثالثة ماشي، وهتبتدي تعملي ايه؟ هتفتحي الحنفية بتاعت المحبس الرئيس، الحنفية اللي هي دي بتاعت المحبس الرئيس اهي. ليه بقى فتحنا؟ شايفين لما فتحت الحنفية عشان تدخل مية، المرحلة الاولى اتملت خلاص، شايفين ما شاء الله حلوة ما بتسربش المية، خلاص مربوطة حلو. خلاص المرحلة الاولى اتملت، هتيجي بقى تملى المرحلة التانية. احنا كده بنعمل الخطوة دي ليه؟ عايزين ناخد الهواء بتاع الفلتر ماشي. لو احنا ربطنا المرحلة التالتة من غير ما ناخد الهواء يبقى احنا كده ايه؟ تيجي تشغلي بقى اللهم صل على سيدنا محمد الفلتر. شايفين يا باشا؟ شايفين؟ عايز اوريكم بقى الحتة دي. هتيجي تشغلي الفلتر مش هيملى معاكي مية. انت بتعملي كده ليه؟ انت ما تركبيش على طول، انت لو ركبتي على طول المرحلة التالتة دي ماشي، شايفين الوسخ ده كله هيبقى في المية. كده بنغسل احنا المرحلة التانية دي اللي هي مرحلة الكربون الحبيبات، بنغسل مكان طبعا اللي احنا شلناه قبل كده، مكان المرحلة اسفة الشمعة اللي احنا شلناها قبل كده، بنغسل مكان الشمعة اللي احنا شلناها قبل كده. شايفين منزلة وسخ قد ايه؟ هنفضلوا سايبينها كده تنزل مية لغاية لما المية تبقى نضيفة. شايفين؟ شايفين الوسخ اللي نازل؟ المية ابتدت تنضج اهي. كده احنا من ناحية بناخد الهواء بتاع المرحلة الأولى والمرحلة التانية، ومن ناحية تانية ان احنا بنغسل المرحلة التانية دي. كده خلاص المية اللي في الفلتر بقت نظيفة وتمام التمام، ما عادش أي حاجة أي وسخ ولا أي حاجة جواها. شايفين اهي المية نازلة ونضيفة اهي بقى. الوسخ لما نزل وسخ لي المنطقة دي كده. خلاص المية بقت نظيفة اهي. نبتدي بقى اللي احنا نركب، خلاص جاهزة اللي احنا نركب المرحلة التالتة. زي ما قلنا المرحلة التانية دي مكونة من كربون حبيبات، المرحلة التالتة مكونة من كربون بس صلب. دي بتشيل الكلور اللي في المية، والتالتة بتشيل برضو الكلور اللي هيتبقى من هنا، وفي نفس الوقت هتشيل اي مبيدات كانت في الميه او اي روائح او اي حاجه كانت موجوده برضه في الميه. يبقى احنا كده نضفنا الميه من الوسخ والشوائب اللي فيها والتراب كله، وشلنا الكلور منها وشلنا اثار المبيدات. طبعا انتوا عارفين الصرف بتاع الاراضي الزراعيه وكده بيبقى في الميه، فاي اثار مبيدات او اي حاجه بتبقى في الميه بيشيلها المرحله الثانيه والثالثه برضه في نفس الوقت. خلاص احنا كده جاهزين، احنا راكب المرحلة الثالثة. هنأول حاجة قبل ما نركب الثالثة هنغسل هنقفل المحبس. خلاص قفلت المحبس، هبتدي ان انا اشيل دي بقى خالص واجيبها. هنجيب بقى المرحلة الثالثة اهي، خليها عشان لو المية نازلة تاني ولا حاجة. هنشيل بقى دي ايه دي اللي احنا نفتحها من الكيس، بيبقى من البرشيمة طبعا. زي ما قلت لكم لها عدلية ان الجوان بيبقى لفوق، الجوان دي ركزي بيبقى لفوق بيتركب هنا فوق كده هنا ماشي. خلاص هندخل كده اهو، نظبطها كده حلو تكون داخلة جوه الهاوسنج حلو من تحت من هنا. خلاص اهي والجوان لفوق، ركزي في الحتة دي. نبتدي بقى اللي احنا نربط. بصوا بقى في كمان حاجة بسيطة هنا، انت لما تربطي هنا ما تربطوش جامد ماشي، هنسيبها مهوية شوية اهي، هنسيبها مهوية شوية اهي. شايفين مهوية اهي؟ زي ما قلنا احنا خدنا الهواء بتاع الاولى والتانية، لما سيبنا دي مفتوحة خدنا كده الهواء بتاع الاولى والتانية. عايزين بقى ناخد الهواء بتاع المرحلة التالتة دي، نعمل ايه؟ نسيبها زي ما قلت لك كده مهوية شوية ونشغل المحبس تاني لغاية لما المية تنزل من هنا، نقوم رابطين على كده. كده هي بتملى اهي، اول ما الميه تبتدي تنزل من فوق من هنا نقوم رابطين على طول. خلاص اهي شايفين الميه ابتدت تنزل اهي. كده بقى خدنا الهواء بتاع المرحله الثالثه، يبقى احنا كده في التمام خدنا مرحله الهواء بتاع المرحله الاولى والثانيه والثالثه، ونضفنا اثار الكربون اللي كان جوه في المرحله الثانيه دي نزل كله.
وغيرنا شماعات وحطينا العدليه زي ما قلت لك مظبوطه، الجوال اللي فوق ربطنا حلو قوي المرحله الاولى والمرحله الثانيه، هنبتدي بقى نربط المرحله الثالثه. نجمد بالمفتاح. بصي انت وانت بتربطي ما تتعافيش قوي، لا تكسري الهاوسنج وتبوظي الدنيا وتوقعي الحاجات دي كلها، ماشي؟ ما تتعافيش قوي، اصل هو جوزي قال لي كده، انا ما تتعافيش قوي على الفلتر. ايه رايكم كده؟ تمام. المحبس الرئيسي لسه مفتوح، انا فتحاه، ماشي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص انت بقى هتنضفي هتظبطي، تمسحي بقى اي حاجه عندك كده، التعديل هاي لسه شويه. خلاص كده ربطت حلوه، ماشي. نضفيه بقى كل فتره، ما تسيبوش في وسخ ولا اي حاجه، تيجي تنضفي فيه. انا هنضفه لما صلى سيدنا محمد، بس مخلص بقى معاكم الاول. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا فاتحه طبعا المحبس الرئيسي مفتوح حاليا، ماشي. هعمل ايه؟ هشغل بس الفلتر، يعني هجيب الفيشه بتاعت الفلتر اهي، اللهم صل على سيدنا محمد. استنى بس اما اقفلكم وابتدي ان انا ايه احطها في الكهرباء اهي. خلاص حطينا الفيشه في الكهرباء اهي، ماشي. هنسيبوه بقى شغال، ولاحظوا بقى ان الحنفيه مفتوحه معايا اهي، الحنفيه مفتوحه اهي، الحنفيه مفتوحه بتنزل ميه اهي. طب ليه انا بعمل كده؟ ليه؟ انا عايزه اي بقى اثار وسخ اي حاجه موجوده في الفلتر تنزل بقى، ما اشربش منها، ماشي. انضف الفلتر الاول قبل ما ابتدي ان انا اشرب منه. يبقى انا عملت ايه؟ ركزوا بقى في الخطوات، بصوا ركزوا، ما ينفعش ان انت تجري الفيديو، لان في حاجات كتير مهمه في الفيديو لازم ان انت تتابعيها، يعني عشان تبقى ايه كل حاجه تمام معاك. انا حطيت الفيشه اهي بعد ما خلصت، خلاص وطلعت الهواء وكله، حطيت الفيشه في الكهرباء، ماشي. وفتحت طبعا المحبس الرئيسي المفتوح اللي هو ده مفتوح، فتحت الحنفيه بتاعه الفلتر تنزل الميه، هسيبها شغاله كده لمده اللهم صل على سيدنا محمد 10-15 دقيقه. بعد ما يعدي الربع ساعه هتقفلي الحنفيه طبعا وتفتحي الخزان وتشغلي فلترك عادي يملى الخزان. وبكده ابقى خلصت الحمد لله، لا اعتمدت على حد على فن يغير لي، ولا على جوزي، ولا على اي حد، كده غيرت حاجتي بايدي الحمد لله، بقت تمام التمام خلاص. وخدنا الهوا وظبطنا وغسلنا الفلتر حلو من جوه وظبطناه الحمد لله. انا لما نيجي بقى على المراحل اللي فوق، لما يجي وقتها يعني واجي اغيرهم، هغيرهم طبعا معاكم وهشرحه لكم بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. ركزي بعد ما تخلصي خالص بقى وتظبطي كل اللي قلتلك عليه، منتش فاهمه عادي الفيديو مره واتنين وتلاته وهتفهمي، هتلاقي الموضوع سهل خالص، مش صعب، مش صعب يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما تخلصي هتقفلي الحنفيه طبعا بتاعه الفلتر، وهتفتحي محبس الخزان وهتشغلي بقى فلترك، اللهم صل على سيدنا محمد، يملى بقى خزانك وتملي منه ميه عادي خالص. وان شاء الله برده لما نيجي نظبط املاح الميه هوريكم بقى الطريقه برده ان شاء الله باذن الله. اتمنى بقى اللي يعجبه الفيديو النهارده يعملي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله باذن الله مني كل جديد، وشعرنا الجاي افضل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.